خلينا نشوف تريننج مود. تريننج مود خلينا نختار المنتخب الهولندي ونشوف تريننج مود ده كان بيستعرض ايه او شايفينه ازاي. هنبتدي مع بعض. هنلعب اوفر مارس وبيركام بيمشي بالكوره وتسديده جون. طبعا الجون فاضي المفروض ان انت تتمرن. هتلعب ضربه ركنيه بالهيد جون برضو. ماشي فرانك ديبور لبيركامب اللي بيبصيه له هويدونك. بيركامب مرة تانية اوفر مارس زيندن نيومان. ماشي بالكرة عشان نلعبها عرضية بقى. لعبها عرضية بيركامب اوفر مارس اللي شاطها بره والجون فاضي. بسم الله ما شاء الله. والله عرضية تانية بيركامب زيندن. ماشي جون. مش عارف انت مش عايزها جون ازاي يعني. بيركامب زيندن يلفوا حوالين بعض وفي يا سلام في العرض. هويدونك بيركامب مرة تانية زيندن اوفر مارس تسديدة وجول. المهم ان المود ده بيستعرض انت ازاي تتحكم في الكورة والاوبشنز اللي انت بتتحكم فيها بالكورة. تعالوا بقى نلعب ماتش كده مع بعض سريعا. هنختار منتخب العالم قصاد منتخب الاحلام. تعالوا ايه نشوف مع بعض القايمة الاول. تقريبا الاوبشن الاولاني ده بالليل او بالنهار والاوبشن التاني ده كان الجو صافي ولا مطر. الاوبشن التالت ده وقت المباراة وكان من 30 لخمس دقايق مفترض. الاوبشن اللي بعد كده مستويات ايزي وهارد وليفل كلها بالياباني بس ما علينا. ده اوبشن الملاعب تختار اكتر من ملعب من ال اف. اخترنا ملعب ايه. الاوبشنز اللي بعد كده التلات اوبشن مع بعض دول. الاوبشن الاولاني بيقول هل في اكسترا تايم بعد الماتش ولا لا. والاوبشن التاني اللي بيبتدي بحرف الجي ده هل في جولدن جول في هدف ذهبي ولا ما فيش هدف ذهبي. لو المباراه انتهى يعني لو المباراه دخلت اكسترا تايم بتنتهي بالهدف الذهبي ولا لا. وهل في ضربات جزاء وده طبعا اللبس سواء الاساسي او الاحتياطي. خلينا كده هنبتدي مع بعض نشوف التشكيل. ده التشكيل. طبعا الكور الحمراء والصفراء دي ما بديلة الاسهم دلوقتي يعني. دي كانت الاول كده وبعد كده بقت الاسهم. كلما زادت الكرة احمرارا كلما زادت طاقة اللاعب. R1 والR1 بنغير التشكيل وبالR2 والL2 بعد ما نضغط سيلكت بنشوف الاستراتيجي بتاعتنا. خلينا بقى ايه نبتدي كده مع بعض. بسم الله ما شاء الله يعني منتهى الواقعية. ايوه فعليا كان منتهى الواقعية في الوقت ده زي ما احنا شايفين كده. افترض بقى ان المسؤولين نازلين بالاعلام كده واحتفالية رياضية جميلة زي ما احنا شايفين. الفرقتين هينزلوا مع بعض ارض الملعب والحكم معاهم. ヒーローズホームで来ましたワンドオールスターズまずはワンドオールスターズスターティングメンバーを紹介しますバテストウタロワウドエンボマオンテガカルロスオルティガリバルドバティストウタホンミヨンボロベルタカウロスカヒューロベルタカルロ全員と3人の主な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 主
برنابيو بيريرا ليدانزا جينين داسكوين غوارديو دومار بوكسوبتشي ايجون في الاخر بيقول حاجه غريبه ما اعرفش بيشتم ولا ايه بالظبط بس ما علينا ربنا يسامح. تعالوا نبتدي بقى جاي تايشي ديس جاي سنتر هولندا ميزيكاك تسنايد علي ماشي بالكرة عشان يلعب كرة عرضية باتيستوتا واتصدت ورونالدو ما لحقهاش واتلعبت راحت لحج مرة تانية اتلعبت بالعرض برضو ما وصلوا برضو ما وصلش اتلعبت تاني رونالدو تشكيلة في راس الحربة رونالدو باتيستوتا لعبة عرضية برضو عرض ملعب ما وصلتش فريق منتخب الألمان ضغط شوية
الكرة من رجل للرجل من ماريو لعب بالأرض وتصدت جت سليمة كرة بسرعة راحت لباتريك موبوما بيجري أخذ مشوار طويل يعني إمبوما يعني انتو سمعين رونالدو لعب بالأرض تصدت ما وصلتش كورنر لعب حقي باتيس توتا ما وصلش للكورة الحارس صدها ماريو لعبة سرو لباتيستوتا لعبها وتصدت كورنر لعبوا حق مرة تانية باتيستوتا فوق العرض طلع جاب الكرة من فوق ايد الحارس زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين 30 دقيقة من الشوط الاولاني كرة اتقطعت برضه راحت لحاج مش عارف بيعمل ايه بالظبط بس مش مشكلة اوت رونالدو اتقطعت منه حاج مرة تانية حاج مرة تانية لعب الكرة رونالدو سد حاج تاني رونالدو شاطها صدت اتقطعت مرة تانية طلعت تروح لمين؟ قطعت تاني ريفالدو باتيستوتا لعبها رونالدو رونالدو بيموه بجسمه بشكل كويس باتيستوتا جول زي ما انتم شايفين كده باتيستوتا قذيفة صاروخية من كالمعتادة بعد السرو من رونالدو ممتاز زي ما احنا شايفين دقيقة 41 من الشوط الأول رونالدو يلعب الكرة تاني لباتيستوتا ياخد مشوار يلعبها بالعرض لعبها بالعرض ما وصلتش لحد خالص راحت للدفاع بيشتت راحت لكارلوس حجي الشوط الأول انتهى زي ما احنا شايفين الإحصائيات قدامنا يلعب الشوط التاني رونالدو قطع الكرة ويموه بجسم اللعبة الباتيستوتا ممتازة ايه ده يا راجل الجون فاضي وبينشن في العرض مش ممكن ارتيجا باتيستوتا موبوما باتريك موبوما لعبها رونالدو جون موظفين زي ما احنا بنقول عليه جون موظفين اسهل طريقة تجيب بيها جون في اليابانية من الجنب كده وتشوط بس لازم تكون عادل اللاعب بتاعك زي ما انت شايف كده بسم الله ما شاء الله بينشنها في العرض تعالوا كده نشوف نعمل تغيير باتريك موبوما مش ظاهر خالص تعالوا نغيره ننزل مين طيب ممكن ننزل مكانه هرنانديز رونالدو باتيستوتا برضه ما عرفش يرقص الجون تاني مره المره الاولانيه ربنا وفقه وشطها في العارضه والجون فاضي المره الثانيه ما عداش اصلا سرو رونالدو اوبا بول كنترول طويله تروح تاني لباتيستوتا رونالدو منتخب نجوم العالم مسيطر جامد زي ما احنا شايفين التغيير اللي عمله مقصر خروج موبوما ونزول هرنانديز سلو رونالدو دخل جوه منطقة الجزاء لعب الكرة بالعرض للأسف هلشت وراحت لبيروتي الحارس لفريق منتخب الأحلام كرة طويلة باتيستوت لعبها تاني لورا راحت لورتيجا باتيستوتا بعد سرور رونالدو باتيستوتا هوب بالعرض لرونالدو هوبا جول كرة عرضية لعبها رونالدو بدماغه خبطت في المدافعين ودخلت الجون زي ما احنا شايفين كده ممكن نلف الكاميرا بالL2 والR2
بال1 والار 1 سوري وال2 والار 2 كان مفترض ان هم بيغيروا الكاميرا على اللاعب في الاعاده على اللاعب وعلى الكوره. تاني سي 28 الشوط الثاني باتيستوتا رونالدو ثنائي جبار رونالدو بالعرض طلق محدش شافها اللي في الشارع. جول ممتاز جدا 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 اكسلنت جونو وانا نغير الكاميرا او هيلعب زي ما قلت ممكن نغير على اللعيبة تتابع كل لعيب في القعدة كان بيعمل ايه اصلا وتغير الكاميرا على الكرة تقرب من بعد كانت اوبشنز رهيبة في الوقت ده طبعا. خلينا نكمل دي 34 مش التاني ماينس فوقو هنا باس حمدي تموي كارلوس ما قطعش الكوره خد الكوره اتلعبت لرونالدو رونالدو لباتيستوتا اللعب العنيف ثاور هيطلع يلعبوا الشيلافيرت يا ريتك ما طلعت يا اخي. ريفالدو مع الكورة بيلعب بالعرض هلعبها بالعرض ما راحتش لحد للأسف. تاني اورتيجا عايز يجرب حظه بس اتقطع كان بيحارب كده انه يجرب حظه بس ما توفاش فيه. ريفالدو قطعها حجي نوستا خلاص الشوط الثاني انتهت المباراة بفوز منتخب العالم 4-0 ودي الإحصائيات طبعا 12 هجمة وقبل هجمة واحدة طبعا سكور الأسيست زي ما احنا شايفين. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى ويا ريت ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وما تنسوش لو عايزين نتكلم عن أي فيديوهات لأي ألعاب تانية يا ريت تسيبونا في الكومنتس تحت وأشوفكم المرة الجاية.